انا يعني خلونا بعطي بعض المقتطفات وهذا للي بيتزوجون. انا في رايي الشخصي انه اذا ذيك الليله ودي ان الزوج يسال زوجته حدثيني عن امك وابوك. يا سلام. وش يحبون؟ وش طبايعهم؟ وش الاشياء اللي يعني ممكن تزعلهم؟ وش الاشياء اللي ممكن تفرحهم؟ مهمة. وش اهتمامات والدك؟ وش الاشياء اللي يحبها؟ وش اهتمامات والدتك؟ وش الاشياء اللي تحبها؟ ليه؟ حتى اذا قابلتهم قابلهم وانت جاهز، عارف طبيعتهم، عارف كيف تتعامل معهم، عارف جوانبهم الإيجابية والسلبية، فبالتالي يصير دخولك سهل معهم. يعني لو جيت مثلا ولا سألت وجيت للأب وأبوها يصير جاف مثلا بطبيعته وكذا، يسيك بالخير يا خال، هلا، ثم تجيك ذا. لكن قلت لك ترى الشديد، ترى الشديد عطك معلومة، إيه إذا رد وكذا خلاص أنت جاهز. أيضا العكس، أنت كزوج حدث زوجتك عن أبيك. أمك وأبوك وطبيعتهم وش يحبون وش يكرهون. ترى هذه اختصرت كثير من المسائل في التعامل ما بين الزوجة وأهلك وما بين الزوج وأهل الزوجة. يا سلام. هذه من الأشياء اللي يعني الواجب أنها تصير حقيقة. صحيح. هذه ناحية. الناحية الثانية أنا ما أدري، يعني دائما اتفقوا وانتبهوا ونفذوا الاتفاق، اتفقوا من أول ليلة دردشوا، خذوا عطوا مع بعض الدردشة الجميلة ذي، اتفقوا أن لا يخرج أي يعني خلاف بيننا خارج إطار هالغرفة. نعم. لا يخرج، حتى الأولاد ما يدرون عنه، حتى أولادهم، حتى نعم. كلش يعني اتفقوا هالاتفاق. طبعا هو لن يتم بقوة، لكن على الأقل وضعت أنت إيش؟ أسس لا وضعت الأساس له. أيوة. الأساس وضعت له. فالزوج يبين لها أنه مهما زعلنا خلينا نتصافى داخل إطار مكانه، لا يخرج عن. ليه؟ الله عز وجل يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. يعني هذا متى؟ هذا في الخصومة. في الخصومة ولا لا؟ نعم. ما قال دخلوا الناس كلهم، حكم من أهله وحكم من أهله، لأن الأمر سري سري خاص مرة. فأنت أنت وهي زوجتك لا يطلع شيء تقدرون تحلونه باختصار. يعني أنا بعطيكم ليه هالكلام. أنت هنا وسعت صدر أبوها وأمها، ما جاء منها مشاكل، بنيتنا مبسوطة، الله يسعده، والله أنك كفو، والله أننا الحمد لله أن وفقنا الله في هالرجال. يعني شيء من أيضا نفس العملية، الأم هناك ما شاء الله على هالبنية، يا زين تعاملها، عرفت لهم، يا زين شغلها. فهذا نوع من البر بالوالدين من هنا ومن هنا. طبعا الكلام يطول في المسألة هذه لأنها عدة جوانب، بس أنا ما ودي أستأثر بالحديث وأعطي فرصة يعني إذا في مشاركة في الموضوع. والله أبو عبد المحسن، دائما الأزواج في بداية الحياة الزوجية أيضا ما يكون عندهم ذاك الخصوصية. يعني مثلا ممكن الزوج يروح يسولف على مثلا أصدقاءه أو على مثلا أقاربه أو أخوانه وكذا. نعم. والبنت كذلك، لأن حياة جديدة تعتبر بالنسبة لهم، ما بعد اللي هو حاطه القضية الخصوصية مثل اللي تقدم به مثلا الزواج سنة سنتين، يختلف ترى الوضع. في الغالب بداية الزواج يكون مثلا كل شيء ممكن يعلمه ترى الزوج والزوجة، ممكن تعلم. هذه المرحلة لازم ينتبه لها، اللي هو قضية أنه ترى الحياة الزوجية خصوصية، وأي حدث يحصل أو أي سواليف خصوصية احتفظوها لأنفسكم، تراها خاصة ليست للآخرين. يعني جميل أن يكون هذا حاضر في الذهن. سألت واحدنا قالت له قالت له زوجته توفي أول ليلة، قالت تراني ماني بصلي، قال وأنا ماني بحريص. سألت أبو عبد، خلصت أبو عمر؟ إيه. سألت سؤال أبو عبد المحسن، تقول الزوج وش يحب أبوت وش يحب أمت. نعم. أنا بختصرها لك. يا سلام. أبو الزوج وأم الزوج وش يبغون
من زوج البنت يبغون بنتهم إذا جت لينها تضحك. يا سلام. إذا تشوف ترى الأب اللي دخلت عليه بنته أول شيء ناظر وجهها. وشلون وجهها؟ زين ولا مو بزين؟ زعلانة مي بزعلانة؟ ترى الأب دقيق جدا. حساس. وحساس. وكذلك الأم، لكن الأب بزيادة. ما يرضى أن بنته تهان عند الناس. أبدا. كذلك أم الزوج وأبو الزوج إذا جاء ولدهم إلينا يضحك دعوا للبنت الزوجة. لذلك لا يجي الزوج والزوجة لأهلهم إلا هم يضحكون. إذا بغيتوا أن ما أحد يتدخل خلوا أنت لا توديها لأهلها حتى لو كنت زعلان أنت وياها، لا توديها ذاك اليوم. خلها لين ترضيها، ولا رضيتها من باتر ولا عقبة ودها وهي تضحك تلقاهم مبسوطين ويدعون لك الليل والنهار.